أول مرة في حياتي اتحط في الموقف ده. أنا المفروض أكون مبسوط، فرحان إن العملية بتنجح. دي مش أي عملية، 50 مليون جنيه، بس هي بصراحة كمان مش أي ست. أنا إزاي قادر أخسرها بالسهولة دي؟ أنا أول مرة أحس إني بحب، أول مرة أحس إني بني آدم ينفع أحب وأتحب بجد. الحب ده طلع حلو أوي، بس الحب ولا الفلوس؟ الحب ولا الفلوس؟ وبعدين بقى حبيتيه يا هبلة؟ أيوة حبيته، حتى بحقيقته اللي أنا عارفاها حبيته، حبيته قوي. يعني صوت نفسه، ريحته، لمسة إيده، كل حاجة فيه، كل حاجة فيه حبيتها. بس اللي زي ما ينفعش لا تحب ولا تتحب. يا ريتني ما شفته. بس هعمل إيه يعني؟ لازم أكمل. ما هو أنا لو ما كملتش هو هيكمل، هيخلص وهيطلع بالفلوس، وده مش لازم يحصل، ما ينفعش أصلا. كملي يا نور، كملي كملي وسيبك من العبط ده. انت شكلك بدأت تحبني بجد ولا ايه؟ يظهر كده للأسف. اوعيني ان انا مش هتصدم فيك، وان انا مش هكتشف حاجة وحشة. انا مش هقدر استحمل بجد، انا ممكن اموت نفسي. من ساعة ما عرفتك وانا حاسس اني مبسوطة، استريح، نسيت مشاكل. يا نهار اسود، ده سمان قاسم ونادر بهدلوا الدنيا.